أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته دمرت الجانب الفلسطيني من معبر رفح بالكامل. وقالت الإذاعة أن معبر رفح الفلسطيني دمر بالكامل على يد قوات الجيش الإسرائيلي، ولم يعد صالحا للاستخدام في عمليات العبور بعد إغلاقه لليوم 44 على التوالي. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أحرق الاثنين الماضي صالة المغادرين وعددا من مرافق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.